عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة. السلام عليكم. السيدات والسادة، من أرض بورسعيد، هذه المحافظة الباسلة والبقعة الغالية على قلب كل مصري، مرة أخرى نلتقي بحضراتكم في أقل من شهرين، وبالتحديد من شرق بورسعيد، لنتابع ونتفقد مشروعا عملاقا ليس تطويرا لمدينة، لكنه نقطة تحول كبيرة في التجارة العالمية، بما حب الله هذه المنطقة من عبقرية المكان التي لا تتوافر لأي مكان آخر. منطقة محاطة بأهم ممر ملاحي تمر به 10% من تجارة العالم، و25% من حاويات العالم، و31% من غاز أوروبا، لذا لم يكن غريبا أن توصف بقاطرة النمو الحقيقية لمصر. ومنذ صدور التعليمات بالبدء في تطوير محور شرق بورسعيد، والعمل يجري على قدم وساق في تسابق مع الزمن لتكون مصر بحق منارة لتجارة العالم لا يضاهيها مكان آخر. وقبل أن نقف على ما تحقق من هذا الحلم والموقف التنفيذي لمخططه العام، خير بداية لجمعنا اليوم آيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ خالد الجرحي، فليتفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وألقى في الأرض وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. صدق الله العظيم.